نبدأ ترندينج بتصريح السياسي والأستاذ الجامعي ناجي جلول القناة تونسنا اللي قال أنه كان جاء مدير معهد ويلقى تلميذ يسمع في الغناء يطرده، وكان تلميذ يلعب الرمي يطرده، وكان تلميذة تلبس النقاب يطردها، وأنه ما يسعفش تلامذة ويخليهم يدوبلو. نسمعوا إكستري منه. تلميذة تفسكي وبعد تطلب منك السماح، هذه سرقة. سرقة سرقة بالنسبة لي والسرقة باش تعمل القرار. أعطيني القرار. طرد مؤقت، مؤقت ولا ما انت والجريمه طرد مش نهائي. تلميذ راسب ونقصوا نقطه على الاسعاف، تعاونوا؟ كان ما يستاهلش ما نعاونوش. بيسير المدرسه ماهيش وزاره الشؤون الاجتماعيه، راهي تعاون المدرسه، ما تعاونش. بس خبر من الشؤون الاجتماعيه بنقطه. تيجي الحكايه هذه، تلميذ يسمع موسيقى صاخبه بالليكوتور في حصه الفلسفه، كمدير شو تعمل؟ يسمع موسيقى عالية في حصة الفلسفة بالليكوتور، ما يسمعوش. حتى الأستاذ يتفلسف عليه، الموضوع ما يهموش، يسمع في الليكوتور. شنو داخل بالليكوتور؟ شنو الحكاية داخل تعمل له؟ انطردوا. شنو داخل بالليكوتور؟ شنو الحكاية؟ يطردهم الكل. يطردوا بيان سور. لقات توينس كانت مدير معهد ما ينجمش يعمل هذا الكل وما عندوش الصلاحيات، ما كانش هو بدو يطرد. تعليق اخر يقول فما مرسوم من وزاره التربيه، الطبق وتسكت البلاد ماهيش على قرنك. فما زاد شكون كتب على هالحساب تلامذة الكل يطردهم ويقعد راس وراس الحيوت في الليسي. فما زاد شكون كتب هذاك صحيح مؤسسه تربويه ماهيش بواته باش يعملوا هذم الكل من غير ردع وعقاب. ونوفا بالكومنتير اللي يقول هيا الحمد لله ما جيتش مدير معهد، ربي يعرف ايش يعمل. هو السؤال خضرني تو معناها كي هبطت البارح في الصفحات، كان نشد واحد يسمع موسيقى نطردوا ليه؟ هي قتله واضحه معناها. يسمع واحد تعرف الحس بعد ساعات تسمع بالقوي يخرج في حصه فلسفه، اي حاجه في حصه فلسفه معناها حصه فلسفه يزبك كونسونتري، اي درس يزبك كونسونتري، لا تسمع لا معناها في الساحه جو بونس معناها حريه. حاتم نجي جلول ملي كان وزير مع النهضة، كي كان يقرا كان جلول نجي جلول ملي كان وزير مع النهضة، أنا مع صديقي نجي جلول كان وزير مع النهضة، كان أصدقائك هكا نجي. وتتذكروا في حوار مع سامي الوافي كي قال له تعشى مع حمو ولا مع رجل غنوشي؟ اش قال؟ قال نختار رجل غنوشي. من وقتها ما عادش تعدل برشا على خاطر يمكن راشد يفرح بالعبيد خير. لا لأنه راشد يحط الوزر وحمو ما يحطش. يذبح لهم العليلش. لا لأنه راشد يحط الوزر وحمو ما يحطش. كاو كل وقت وقت.